العربي، وكل نظام عربي لا يشبه النظام الآخر، بل هناك مجموعة من التضاربات والاختلافات. إطرف عالية الدورة الأولى لمهرجان السينما العربي بمدينة الدار البيضاء، نظمنا هذه الندوة من أجل النقاش حول واقع السينما العربية، يعني الإنجازات ديالها، المشاكل ديالها، الإكراهات التي تلاحقها، ومشاركة المخرج المصري الكبير خالد يوسف والمخرج الجزائري أعطى لهذه الندوة ديك الحلاوة ديالها والقوة ديالها. وصلنا لواحد النتيجة بالفعل أن هناك سينما عربية على مستوى على الأقل الإبداع، ولكن ما كاينش السينما عربية على مستوى الإنتاج وعلى مستوى التعاون بين المنتجين العرب. استطعنا نوقفوا على الأقل على واحد النتيجة مهمة، هي إذا كان هناك اختلافات سياسية وصراعات بين قوسين بين مجموعة من الدول العربية، فإن الفنان العربي وأساسا منه السينمائي يتجاوز هذه الصراعات وهذه الاختلافات ويحقق الوحدة العربية، وكانت الآن محققة داخل القاعة. عرضت معظم أفلامي هنا في العرض الجماهيري، بلاقي الجمهور بيلاقي نفسه في سواء لو عايز يشوف نفسه في المعاناة بتاعت الفقراء بيلاقيها، لو بيشوف الأمراض الاجتماعية اللي موجودة في مجتمعنا مثلا المصري بيلاقيها. أكيد سعيد لمشاركتي في الدورة الأولى لمهرجان كازابلانكا الفيلم العربي. ليس الاعتبار فقط أن أنا اختاروني لتكريمي في الدورة الأولى، ولكن الأهم أن ده من المهرجانات القليلة اللي بتركز على الفيلم العربي. يعني في مهرجانات لدول البحر المتوسط، في مهرجان إفريقي، في مهرجان عالمي بيختار من كل بلاد العالم، ده المهرجان متخصص للأفلام العربية. وأنا مهموم بالسينما العربية، ومهموم بأن هذه الصناعة يجب أن تأخذ المكان التي تستحقها. فوجود في مهرجان يهتم فقط بالسينما العربية ده شيء يخليني أنا سعيد أن أنا موجود ومشارك في دورة الأولى. إيش إن أنا شايف أنه لا، لسه في حاجة اسمها صناعة سينما في مصر، ويمكن ده شوية المختلف بين مصر وبين بقية البلدان العربية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جام، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.